بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية للثانية ثانوي لجميع الشعوب، كما أنصح به شعب السنة الثالثة. إذن لننطلق على بركة الله. قال: لتكن المتتالية إلي آن المعرفة على آن بي، أعطيت لنا أولا حد الأول اللي هو إلي صفر، ها هو إنه اثنان، وأعطيت لنا كذلك عبارة تراجعية يا أبنائي، ها هي أمامكم، لاحظوا جيدا. السؤال قال: أحسب إلي واحد وإلي اثنان وإلي ثلاثة. إذا نكتب هنا حساب الحدود، ننطلق بإيلي ماذا؟ بإيلي واحد. ركزوا أرجوكم هنا، الأمر يختلف عن الفيديو الذي رقمه واحد. هنا كم نعطي لهذا الآن هنا حتى نتحصل على الواحد؟ لما نجمع هذا نجد واحد، كم نعطي له؟ أكيد صفر. أي اجمعوا هذا، واحد زائد صفر كم؟ هو واحد. إذن إيلي واحد. بما أن أعطينا له هنا صفر، فتقول القاعدة هنا كذلك نضع صفر. إذن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي لنا ثلاثة على اثنان زائد إيلي صفر. انظروا إيلي صفر، ها هي قيمته يا أبنائي، نعوضها هكذا فتصبح لنا زائد ماذا؟ زائد اثنان، فتصبح تساوي لنا ثلاثة على ماذا؟ على أربعة. إذن إيلي واحد يساوي لنا ثلاثة على أربعة بهذه البساطة. الآن نأتي كذلك الآن أبنائي إلى حساب إيلي ماذا؟ إيلي اثنان. إيلي اثنان كم نعطي هنا في هذا المكان لي الآن حتى نتحصل على الاثنان؟ نعطي له واحد. بما أن وضعنا هنا واحد، فهنا في مكان الآن كذلك نضع واحد، فتصبح لنا إيلي الواحد والواحد اللي هو إيلي اثنان يساوي ثلاثة على اثنان زائد إيلي واحد. إيلي واحد ها هي قيمته يا أبنائي، كم هي؟ إنها ثلاثة على أربعة. فهذه المتتالية تسمى متتالية تراجعية، معناه لا يمكن حساب حد إلا إذا رجعنا إلى الحد الذي قبله، فتصبح تساوي الآن هنا تصبح لنا ثلاثة على اثنان، لاحظوا الزائد، قلنا ثلاثة على أربعة، نوحد المقام هنا فنضرب هنا في أربعة ونضرب هنا في أربعة، فتصبح تساوي ثلاثة على هذا في هذا كم؟ ثمانية. ثمانية زائد ثلاثة اللي هو 11 على ماذا؟ على أربعة. عندنا خط الكسر الكبير، ها هو تساوي، تقول القاعدة هذا العدد يبقى كما هو اللي هو ثلاثة في ماذا؟ هذا يا أبنائي يقلب، فتصبح لنا أربعة على ماذا؟ على 11، فتصبح لنا تساوينا 12 على 11. إذن فإيلي إيلي قلنا إيلي اثنان تصبح لنا كم؟ 12 على 11 بهذه البساطة. بعد ما أكملنا الآن أبنائي مع إيلي ماذا؟ إيلي اثنان، نأتي الآن إلى إيلي ثلاثة، معناه لا يمكننا أن نحسب إيلي ثلاثة إلا إذا كان الإيلي اثنان موجود، لهذا قلت تسمى تراجعية. الآن لاحظوا جيدا، كم نعطي هنا للآن حتى نتحصل على الثلاثة؟ أكيد نعطي له اثنان. بما أن أعطينا له هنا اثنان، فتقول القاعدة هنا كذلك نضع اثنان، فتصبح لنا إيلي اثنان زائد واحد اللي هو ثلاثة يساوي لنا ثلاثة على اثنان زائد، إذن قلنا زائد ماذا أبنائي؟ زائد 12 على 11. الآن نوحد المقام في المقام هكذا، فتصبح لنا 3. ما هو المقام المشترك؟ أكيد هو 11، فتصبح لنا 2 في 11 زائد 12 على 11. لم أفعل شيء، تصبح تساوي لنا 3 على، لاحظوا هذه تعطي لكم 22 زائد 12 تعطي لنا 34 على ماذا؟ على 11، فتصبح لنا كسر على كسر، هذا قلنا يبقى اللي هو الثلاثة والآخر ينقلي، فأصبح لنا 11 على ماذا؟ على 34، فتصبح تساوي لنا 33 لأن هذا مقام واحد، البسط في البسط والمقام في المقام، فأصبح لنا 33 على 34. هكذا أبنائي قد تمت حساب إيلي ثلاثة الذي يساوي قلنا 33 على 34. هكذا تحسب
حدود لمتتالية تراجعية، ليس مثل هذه الكتابة، لأن هذه الكتابة تختلف. لو قال إيلي آن يساوي لنا 3 على 2 زائد آن، هذا مع إيلي آن زائد 1 تساوي لنا 3 على 2 زائد إيلي آن، اختلاف كبير. لماذا؟ لأن هذا عدد طبيعي الآن، أما الإيلي آن فهو عدد حقيقي. إذا احذروا، ليس هذه الكتابتان ليس متساويتان فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.